عليكم، كي دوزتوا اول يوم في رمضان؟ جيسبر انكم تكونوا ما عييتوش والامور دازت بخير. اليوم غادي نصاوب معكم انا البطيبطات الصغار اللي درتهم في اول يوم في رمضان. العجينه راها معروفه، كميه ديال الفورس والنصف ديالها كميه ديال الفينو، مليحه معلقه ديال الخميره ديال الخبز ومعلقه صغيره ديال السنيده. تعجنوهم بشويه ديال المدافي وتكون هكا العجينه مرخوفه. وغادي نرجعها للبول ديال العجينه ونغطيها بالفيلم اليمونتير ونخليها حتى تخمر. نهار الاول انا جاني صعيب شويه وعييت بزاف صراحه، كانت فيه الخدمه. دونك هنا كما قلت لكم غادي نغطيها ونخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها وعاد نرجع. ولكن البنات واخا الواحد تيعيا، رمضان عنده واحد الامبيونس زوينه بزاف، داك العيا تيهون في سبيل رمضان. وهنا رجعت ليها، ما كملش البنات تقريبا واحد 20 دقيقه، لقيتها خمرات، وجدت واحد زليفة ديال الفينو خمرات هنايا وفريمون ضعف الحجم ديالها. انا هذه هي طريقتي في البطبوط، لا الصغير ولا الكبير، ضروري تنخلي العجينه تخمر بوحدها عاد تنقطعو. كاين اللي تيديروا يعني مباشره وعاد يخليه حتى يقطعوهم دواور عاد يخليهم يخمروا، ولكن انا لا. صافي هنا دردرت شويه ديال الفينو، غندردر عاوتاني من الفوق باش ما تبقاش تلصق ليا لانها خفيفه بزاف. غنقسمها على جوج باش هكا تقدني في سطح العمل. وهنا غادي ندلكها. بالنسبه للدليك ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش ضعيفه بزاف، يعني عينكم ميزانكم. دونك انا هكا الحجم ديال العجينه كيفاش تيولي، انا اختاريت هذا الحجم هذا باش غادي نقطع لا سيركل، وغادي ندير شويه مدورين وشويه مربعين. هنا نكون موجده شي سيرفيات نقيه، ندردر عليها حتى هي شويه ديال الفينو ونبدا نستف فوق منها هاد البطبوطات ديالي. وهنايا مباشره من بعد ما ساليت كاع البطبوط سخنت المقله ديالي، يعني ما عاودتش خمرتهم مره اخرى، وكل مره نقلبوهم. هانتوما البنات شوفوا راه تيتنفخوا فريمون، جو زوينين بزاف. هيا عاوتاني تتنفخ، يعني طريقه سهله وتيجو خاويين من الوسط، تقدري تعمريهم عادي بلا ما تتكرفسي مع البابا اللي لداخل. تنحيد داكشي اللي تحرق ديال الفينو باش ما يلصقش ليا في هادو اللي غنحط دابا، ونكملوا بنفس الطريقه الطياب ديالنا، غير كل مره تقلبوهم. نحل معكم هذه باش تشوفوها من الداخل كيفاش جات، شتو خاويه وزوينه مازال سخونه هنايا. وهنا كملت الطريحه الاولى ديال البطيبطات، او ندوزو للطريحه الثانيه. وهادو المربعين اللي درت حتى هما تيجيو زوينين، غنحل معكم وحده، يعني اشكال تتبقى اختياريه. كاين اللي تيديرهم حتى مثلات نتوما، و كاين اللي تيديرهم وريضات، يعني نتوما والاختيار ديالكم. وهنا قررت غادي ندير واحد الكميله ديال ميرنا، غنطيبها غير في كما تنقولوا الكميله في الطنجره.
هنا لقمة ديال الحوت، مهم قزبر ومعدنوس، ثومه، تحميرال، كمون، ملحه، شويه الهريسه ولا السودانيه، البزار لاباتي تزيدو حتى هو، وغنبدا نشرمل داك الحوت ديالي. هنا خديت مرنه كبيره وقطعناها طريفات، شويه الحامض عاوتاني في الشرموله، طبعا اللي ما عندوش الحامض يقدر يدير الخل. وهنايا جبت خيزو قطعتو حتى هو طويل، وغادي نبدا نخلطو في هذيك الشرموله اللي بقات ليا ديال الحوت. صافي جبت الطنجره ديالي، غنحط فيها خيزو هو الاول من التحت باش هكا ما يتحرق ليش الحوت. وعاد نحطو لي مورسو ديال الحوت ديالنا، وهنايا قطعت البطاطا دوائر نحطها من الفوق. دوائر ديال المطيشه ودوائر ديال الفلفله، وجا واحد المنظر غزال في هاد الجميله فريمون كانت تتشهي. واحد شويه ديال زيت العود درته من الفوق، الا عندكم فلفله حاره تقدروا ديروها حتى هي تيجي منظرها زوين. وهنايا زويتينات حمرين، غادي نروي عليها واحد شويه بالماء طايب غير في الجنيبات باش داك العطريه ما تهبطش ليا لتحت. وهنا غادي نزيد واحد الوريقات ديال سيدنا موسى، نحطهم في الجنيبات، وهكا نسد على الكميله ديالي ونخليها طيب على المهل. هنايا عصرت واحد شويه ديال الليمون باش نديروا العصير، ودابا بديت الدريساج ديال لاطابل. دونك كتشوفوا اربعه من كل حاجه، انا وراجلي وجوج وليداتي. هذه لاسوب، لاسوب صراحه صوبتها بنتي. ايوا صافي دابا غادي نكمل العصير. هنايا عصرت الليمون وغادي نخلطو معاه شويه ديال الفخوي ونطحنو كلشي. انا درت البنان، فريز، وكيوي.
ونطحنوا هادشي كامل. وهنا البطبيطات ديالي هما عمرتهم، درت فيهم لادانت وبصيله وشحرتها مع مطيشه وشويه الفرماج كاري وبريسيتهم، والعصير من بعد ما طحنته انا خويته في لاكاغاف ديالو. شو نحطوه تا هو فوق الطابل. كويسات ديال العصير، وهنا جبت الكويميله ديالي وسلطة مكونة من طوماط سوريز، خيار، الفجل، خس، خبيز، شباكية، وتميرات، وشعري محيح فوق الطابلة وهادو لي سيكار لي صوبت معكم داك النهار ديال لادانت، يلا قليتهم وجبتهم. واخيرا سالينا الفطور وجيت عند المنقذة ديالي باش تنقذني من داك العرام ديال الموعد. قلت لهم انا بغيت هذا اللي اختار على لاف فيسيل، ربي سقم ليه السد. دار فينا خير، دار فينا خير. انا استفدت الماعن ديالي، غنخليهم يتغسلوا على خاطرهم ونمشي نتكى ليا، لان فريمون ظهري عواج اليوم. المهم كل بلاصه حطيت فيها حاجه ونقول لهم دخلوا تعوموا. وهنا سالات وقالت لي تعالي 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 جبدي معنك، مازاليني فرفرو. وهنا طلعت معناتي وهكا البنات تنقول لكم تهلاو فراسكم، ما تتعبوش بزاف بحال اللي تعبت انا اليوم. ونخليكم دابا ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو غدا عاوتاني، نشارك معكم عاوتاني المائده الرمضانيه ديالي، تنتمنى انها تكون عجبتكم اليوم. تهلاو فراسكم وبسلام عليكم.